إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وعلى أهل بيته الكرام كرم الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة جميع إخوانهن الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والعلماء والفقهاء والصالحين وجميع الملائكة المقربين ونحن نحن سيدنا في عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه شأن لله لهم الفاتحة. رب العالمين الرحمن صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة جميع الكفر من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها غربها وبحرها خصوصا لأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومشايخنا وجميع أستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونحز خصوصا لأرواح آل كفر من هذا الفرج عن السنة ونحز خصوصا لأرواح آل كفر أهلنا وأهلكم وذريتنا وذريتكم من هذا المجلس ونحز خصوصا خاصة إلى روحه الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون فجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسلام عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجم
لنغرينكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طاهركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء بأقصى المدينة برجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ولا لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لم بضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفرني ربي لجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. فجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل من في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. فإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا حين لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد
الرحمن وصدق المرسل إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شهد فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون فمن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مكرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم لو تذكر قربا إلى الله فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمد الشاكر الحمد النعم الحمد الوافي نعم هو الكافي المزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال والكريم وعلى سلطانك اللهم اغفر لذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره اللهم تقبل وارشدنا وارحمنا وارحمه من القران العظيم كما هللنا ورسولنا ومصرفنا ومصرفنا على حبيبنا وشفيعنا وقره اعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه وازواجه وذريته وعلى اهل بيته اجرهم كما لحظه للجميع اخوانهم والانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم اجمعين كما لحظه للجميع بقبولنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اينما كانوا من الشرق الارض الى المغارب الى برها وبحرها وصلى الرحم ابائنا وامهاتنا وجداتنا وشيخنا وجنسادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونحسن غزو صلى روحي عليك وبركاته حتى تروي حسن جلال ونحسن غزو صلى روحي عليك وبركاتنا واهلكم وذريتنا وذريتكم من هذا المجلس ونحسن غزو صلى روحي اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم لا تحرمنا اللهم لا تقتلنا بعدهم واغفر لنا بعدهم اللهم اجعل غزاهم يا الله وسطا من نيات الجنه اللهم اجعل غزاهم يا الله وسطا من حفار النيران ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الحاشرين ربنا هب لنا من اجل وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولا يزال وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كل منه والحبيب الذي ترجى شفا عنده لكل غول من الأهوال فوق يا ربي بمصطفى بلغنا مرشدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.